موجودين في بيت المقدس. المعروف أنه الأرض المقدسة هي أرض الصالحين، والصلاح فيه متطلبات، من متطلبات عدم بطر النعمة. عشان هيك كانت هاي المبادرة اللي هي اسمها خذ ما تحتاج وضع ما لا تحتاج، حتى نحط أو نجعل مجال للناس اللي في عندها شغلات زايدة ما تلقيها في النفايات، زي ما احنا يعني كنا أحيانا نشوف أنه في شغلات مهمة ويستفاد منها كانت تلقى في النفايات. وقت ما فتحنا المبادرة وفي عليها كان إقبال جيد، وبالعكس يعني تطورت، كانت مجرد طاولة صغيرة بعدين صارت خزانة. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.